ايه علاقة الكباب بالفن؟ المهرجان بيستوي على نار هادية، تعليقات صادمة من الجمهور وهجوم وانتقادات مثيرة على الشيف براك بعد ما راح مهرجان كان السينمائي في دورته 77 ورد مفاجئ منه مش هتصدق اللي حصل. جدل كبير في الساعات اللي فاتت بعد الأزمة اللي دخل فيها الشيف براك واللي اتفاجئ بتعليقات سلبية وانتقادات كبيرة لي بعد ظهوره في مهرجان كان. البداية كانت مع صورة نشرها الشيف براك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر فيها الشيف براك وهو في مهرجان كان واتفاجئ بعدد كبير من التعليقات اللي كانت بشكل ساخر منه، وقال المتابعين ايه علاقة الكباب بالفن؟ في اشارة منهم ان مجال عمل الشيف براك ملوش علاقة مع طبيعة المهرجان. لكن المفاجأة كانت في رد الشيف براك على كل اللي اتقاله من الجمهور، ونشر فيديو تاني على حسابه على انستجرام رد فيه على الهجوم ده، وقال براك في الفيديو مش فاهم ليه الناس بتعمل كده، انا عندي اكبر حساب في تركيا وبيضم متابعين من العالم، وسواء كان عجبك او لا انا ما عملتش اي حاجة غلط او عملت حاجة غلط تجاه اي حد. مش بس كده، لكن كمان الشيف براك فسر سبب تواجده في المهرجان وقال جات لي دعوة لحضور المهرجان ولبتها وكان على نفقت الخاصة وشفت الفيلم وتم تكريمي، لكن مش فاهم ليه بيزعجوني وفي تعليقات سيئة كتير بشوفها. الشيف براك كان حديث السوشيال ميديا على مدار الفترة اللي فاتت، وده بعد أزمته الشهيرة مع والده، وأعلن وقتها عن بيع والده لاسمه للعلامة التجارية لأحد رجال الأعمال بدون علمه، ورفع قضية ضد والده بتهمة الاحتيال. الجمهور تعاطف في البداية مع الشيف براك بسبب الشعبية الكبيرة ليه، ده غير كمان إنه معروف بمواقفه الإنسانية. وظهر وقتها الشيف براك وهو كان باين عليه الحزن، وقال إنه هيرجع من تاني يشتغل ويبني كل اللي راح منه، ومش هيسيب حقه، وهيقاضي والده لأن اللي حصل ده اغتيال. وقال كمان في فيديو تداوله عدد كبير من رواد التواصل إنه ما عندوش أي مطعم باسمه دلوقتي، باستثناء مطعم واحد في اسطنبول، وقال في رسالة للمتابعين: أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي. لكن المفاجأة كانت في ظهور والد الشيف براك على قناة المشهد واتكلم عن أزمته مع ابنه. مش بس كده، لكن كمان كشف تفاصيل مثيرة وقلب كل الموازين لدرجة إنه قلب الناس على ابنه. وقال والد الشيف براك في الوقت ده سبب المشكلة حصلت لما تخوف الشيف براك من استحواذ أخيه غير الشقيق على نسبة كبيرة من المطاعم بسبب نصيبه الشرعي من الورثة، خصوصا أن الشيف براك عمل سنوات طويلة في سلسلة المطاعم واجتهد بشكل كبير لزيادة انتشارها وشهرتها في العالم ويستحق الحصول على مكسب أكبر. ولكن ما لم ينتبه له أن أي أب لا يحب التفرقة بين أبنائه. وقال كمان والد براك إن السبب في تسرب الفكرة دي لأذهان الشيف براك نسبة كبيرة يعود لوالدته.